Il faut de la voix. Il faut de l'enthousiasme. Waouh, waouh, waouh. Où est mon texte? On recommence à zéro. Massimouk. Doucement, je traduis. Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment es-tu? Quel est ton nom? Quel est le nom de ton papa? Que faisais-tu dans la vie? Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment es-tu? Pourquoi es-tu? إن الله بكل شيء عليم يحيي العظام وهي رميم. Approchez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous allez voir ce que vous allez voir. يلا سيدي بسم الله واش كلكم مستعدين؟ مستعدين سيدي. من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. عمل معنا الجميل وأوليناه الشكر الجزيل. قصتي طويلة فيها إفادة العارفين. خيرك سيدي ما نكره وراني حاسبك بحال بابا الله يرحمه. بحالاش؟ باباك هو اللي عاش وتعذب. خليني نبقى مستور. حب وجرب. راني مخلط لك مع شي راجل آخر ما كاينش فيه شي ليا بالكل. نظم شعارو بضو عينيه وبدقة قلبه. قلنا لك صافي بلاش ما تهضر. C'est à la recherche du mot pour rire. Monsieur fait dans le comique, dans la dérision. أيوا الناس أوصيكم بالفقر بالفقر وبالدربالة. أيوا الناس عدلوا ميزان عقلكم انزجوا ما بين الجد وهزلكم. Un cadavre qui chante, c'est toujours ça de pris sur l'ennemi. مرضت وضعف حالي صاف نرجعوا لبلادنا بقدرة ربي العالي. رضيت تعلم مرضى عليا بيت عند راسي وصبح عند رجليا. لكن الزمان غدار ما فيها مال. يا الزمان غدار يا اللي كسرتي لي دراعي طيحتي من كان قوي وركبتي من كان راعي. صحتي يا صحتي وصحتي يا مالي إلا مشات لي صحتي اش من حبيب بقالي. كيف نعمل مع الحبيب اللي صرف خيرو فيا؟ الفراق جاني صعيب وجوع عز عليا. يا البنات يا الدايزات يا الخلاط الرواضي انتوما كلكم زينات وانا بغيت غير هادي. عينيك وحواج بكسود وسوالفك هندويلة. يا نبشة الأرض بالعود تكلم يا الهبيلة. يا زمني كتوب ربي توديه والصبر واجب علينا اللي نحبو نخليه. يا ناس يا ناس يا ناس ما كبرها غبينا. راني خايف عليك بزاف. مسكين قلب كنشيش سيدي. بعدك القوى القدر مثل un domaine qui est réservé à Dieu et à Dieu seul. Toi un petit moucheron, toi un insecte, tu oses te mêler de القدر le destin. القدر le destin. لا مفر من قضاء الله. وعلاش ما تخليش الناس اللي كيحبوك يرافقوك؟ عندي ميعاد طلبتو باش نرافقو ما بغاش. نقشت على المسرح وعلى المسرح نتجاسر متعريان بلا زاد ومتكأني مولود. ما نسمع شكر النقاد إلا من تحت الحوض. كيف انطفع كل شيء فجأة بعد تلك الأفكار بعد تلك الأحلام بعد الكفاح والمكابدة من أجل الحب والحرية. أين أنت عن غريب قد طالت غربته في وطنه وقل حظه ونصيبه في حبيبه وسكنه. أين أنت عن غريب لا سبيل له إلى الأوطان؟ أولى نوبة عاري عليك أبنها
حمدوش أبا داوي حالي أبا سالب عقلي وانت ابا